أعزائنا المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يتوقع أن يبدأ تأثر أجزاء من شبه الجزيرة العربية إن شاء الله بسلسلة من التقلبات الجوية وفرصا لتساقط الأمطار اعتبارا من يومي السبت والأحد، لتشمل في البداية الأجزاء الغربية والشمالية من المملكة العربية السعودية. هذه الأحوال الجوية ناتجة عن اندفاع كتلة هوائية باردة قادمة من الشمال، وتصادف ذلك مع تواجد لكتلة هوائية دافئة ورطبة في الجنوب، وذلك بالتزامن أيضا مع امتداد سطحي لمنخفض البحر الأحمر، وهو ما سيعمل إن شاء الله على تطور منظومة جوية تتميز بعدم الاستقرار. ويتوقع بناء على هذه المعطيات تكاثر السحب مع بداية الأسبوع القادم وتساقط زخات رعدية من المطر على سواحل البحر الأحمر بما في ذلك مدينة جدة، وصولا إلى أجزاء أخرى من المملكة مثل مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم وأجزاء من جوف وتبوك شمالا. وتوجد مؤشرات أيضا على احتمال امتداد تأثيرات هذه الحالة لاحقا إلى أجزاء من دولة الكويت وربما أجزاء أخرى من المملكة العربية السعودية، تشمل المناطق الشمالية الشرقية وربما بعض المناطق الوسطى بما في ذلك أجزاء من العاصمة الرياض إن شاء الله. كان معكم عمر الدجاني لموقع طقس العرب.